بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. صدق الله العظيم. مشاهدين في كل مكان، طبتم جميعا وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في هذا اللقاء لا يفلح الساحر. والجديد هو أن أكون معكم في هذه الحلقة الاستثنائية مع ضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ راضي لحويتي، المعالج بالقرآن والخبير في العالم الآخر. مرحبا بك شيخ راضي. يا أهلا وسهلا سهلا، ربنا يحفظك ويبارك فيك. كثر الحديث عن السحر، كثر الحديث عن الأعمال وما حمل تنظيف المقابر عنا ببعيد التي يخرج منها آلاف الأعمال وآلاف الأسحار. وهنا يمكن أن نتوقف عند هذه الآية التي بدأنا بها هذه الحلقة، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، تفريق. وقبل هذه الآية أيضا هناك مقطع آخر من هذه الآية يقول فيتعلمون منهما، قبل يتعلمون منهما فيعلمون الناس السحر. إذن السحر وارد في القرآن، فلا أستطيع أنا وأيا كان من كان أن ينكر وجود السحر. ولكن هل السحر يمكن أن يكون له هذا الأثر البالغ في حياة الإنسان؟ أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرفت بك الثاني، ربنا يحفظك وبارك فيك يا رب. ربنا خليك فرد شكرا. فأولا السحر ده، عشان بس السحر ده علم وتعلم، علم تلقي، يعني زي علم الحديث كده، إن الساحر عشان خاطر يسحر لازم يتلقى علوم السحر من إبليس مباشرة، يعني لازم يقعد مع إبليس وإبليس ويتلقى منه علوم السحر. علوم السحر تنقسم إلى أقسام وتنقسم إلى قوة مختلفة، يعني كل نوع سحر أو كل علم من علوم السحر دي يبقى لها قوة أو صفة مختلفة عن تاني. فالساحر إحنا بنقول الساحر ده بيكفر، أو لو بيعمل عمل كفري، لأنه بيتبع أو يعني بيتلقى أو بيستعين بعالم غير اللي ربنا أنزله، أو بيستعين بغير الله تبارك وتعالى، بناء عليه هو بيتلقى علومه من إبليس مباشرة. وإبليس طبعا بيعلم الناس السحر مش بيعلم، أو بيعلم الناس الكفر مش بيعلم الناس الخير. صحيح. عشان كده واحد يقول لي أنا معايا جن بنعالج بيه مثلا، فدايما أنا بننكر الموضوع ده، يقول لك شيخ أنت بتقول إن ده بيعمل عمل كفر. عمل شركي، لأنه هو بيكفر بالله تبارك وتعالى بعمله، لأنه بيستعين بالجن أو بيستعين بغير الله تبارك وتعالى. البعض بيقول لك أنا معايا جن مؤمن. هو مؤمن أو غير مؤمن، القصة مش في المؤمن، يعني القصة مش في الجن أو نوع الجن إيه، أو هو يهودي ولا كافر، لا القصة مش فيه، القصة في عمل الاستعانة نفسه. فأيا كان هو استعان بإيه، هو ده العمل الشركي. لكن يقول لك أنا بستعين، إن القصة إنك بتستعين. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هو بيستعين بيه أيا كان، بيستعين نوع الجن إيه، هو ما شافش بطاقته ولا عرف هو هويته إيه ولا عرف جنسيته إيه، عشان خاطر يوثق عنده ثقة إن ده جن مسلم. وحتى لو كان مسلم، القصة مش في جنسية أو ديانته إيه. لا، أنت بتتكلم دلوقتي على استعانة، أنت استعانت بغير الله، فأنت فعلت فعل حرام، فالفعل الحرام ده لا يبيح لك انك انت تستعين بالجن. فعتيد تقول لي لا ده جن مسلم، هنقول لك ايه عرفك انه مسلم؟ طب هو قال لي انه مسلم، هو انت هتصدقه؟ كذوب، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كذوب، قال صدقك وهو كذوب، وهو كذوب. يعني ده النبي لما اقر، لولا اقر النبي صلى الله عليه وسلم فعل سيدنا ابو هريره ما كانش حصل، انه يعني اقر انه سرق من مال صدقه، فاقر انه هو كذاب، بس هو صدقك في دي. فما يدرينا ان الجن بيكذب، ما يدرين انه كافر، ما يدرين انه هو اصلا ابليس وعايز يوجعني او يسحب مثلا بخطوه خطوه لعند ما يدخلني في الكفر والسحر. اذا الاستعانه بالجن انت تنكرها تماما. ولا تؤيدها تماما. تعليم السحر بقى بيكون زي ما حضرتك قلت كده من ابليس او من ابو الشياطين، يعني يعني كما قالت الايه تعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. طب هل السحر قادر على تفريق زوجين، حبيبين، أخين، متحابين، صديقين، كل ما اجتمع عليه اثنين، هل يستطيع التفريق الذي ذكر في هذه الآية هو يعني عائد على السحر؟ هو الله تبارك وتعالى يقول وجاءوه بسحر عظيم. فالله تبارك وتعالى عظم أمر السحر، إنه أمر عظيم. أمر عظيم ده بيقول لنا إن في أمر عظيم بيحدث. السحر غير نظرة سيدنا موسى، رأى الساكن متحرك والمتحرك ساكن. صحيح. فغير فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، أنه كان يهيئ إليه أنه ليأتي زوجاته ولم يأتيهم. فهذا فعل السحر في الأنبياء.
فما بالك في فعل السحر في في العوام او الناس العاديه اللي هو حتى لو كان يعني اكثر الناس ايمانا لكن مش هيكون اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يهيئ اليه انه يفعل الشيء ولا ما فعله. سيدنا موسى راى الساكن متحرك واوجس في نفسه خيفه وخاف فرآه فعلا فالساحر سحر عين سيدنا موسى خلاه شاف الساكن متحرك والايه واضحه سحروا اعين الناس فاسترهبهم فتخيل ان السحر ازاي ما يعملش في انسان عادي. لكن الامر هنا استاذني ان يقول لك ان السحر ازاي عيأتيني وانا بنقرا قران وازاي عيأتيني وانا بنسمع وانا بنصلي. ما ده سؤال مهم جدا اللي هو ايه بقى. ما احنا بنقول او معظم الشيوخ بيقول ان في وقايه من السحر. طب الوقايه بايه؟ بقراءه القران بالاذكار بالحفاظ على كل هذا. طب ما هو لو الناس فعلت ذلك لا ياتيهم سحر يبقى كده نتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير انه كان مقصر في قراءه القران والاذكار. ما هو سحر. فلا احنا لازم نفهم بقى السحر ده ايه اصلا. السحر ده مرض حقيقي ملموس محسوس غير عاقل لا يفهم القران. يبقى السحر ده مرض مش 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 شيء روحي. الروحي ده العرض اللي هو الجن اللي هو مكلف بالسحر. دعت سماع قران يسمع قران ويهدى بالقران ويخرج بالقران. لكن الجن ده جاي ليه؟ جالك ليه اصلا؟ عشان خاطر هو جاي بطلسم سحر. السحر ده مش فاهم يعني قران. اقرا عليه قران بقى وهات الشيوخ يقرا عليه قران وعذب واضرب واعمل كل حاجه مش طالع وسايب المريض. اذا العلاج ليس بالقران فقط. ايوه يبقى علاج السحر ليس بالقران فقط ولا بالرقيه فقط. ده تصريح. ده صريح انا بقوله صحفي دلوقتي واخد بال حضرتك كده مع حفظ الالقاب بس اللغه صحفيه راضي لحويتي نقطتين. ليس علاج السحر قران فقط. ايوه ليه قرانا فقط ليه ليه مش قران عشان برضه ما نكتزكش الجمله دي خلاص. ليه مش بالقران بس؟ لان هو السحر ده ما بيفهمش يعني قران. زي مرض دخل جسمك حاجه انت شربتها. ليه الساحر بيخلي الانسان يشرب السحر ليه؟ طب ما كان بعت له جن وخلاص. كان القصه سهله. طب ليه بيبعت له سحر بطلسم سحر يدخل معدته؟ لان ده الطلسم اللي دخل الجسم اللي هو رابط الجن جوه الجسم. طب خلاص هات الجن وسمعه قران. انا بنسمع قران. طب ده في المرشوش يعني قصدي في الماكول. طب ما هناك انواع اخرى بيسمى او تسمى سحر مرشوش. ناس بترش سحر لناس وناس بتعدي من هذا السحر. وعندي سؤالين هنا. هل ينطبق على الماكول ما هو مرشوش؟ وفي حاله الرش بقى لو حد عامل لحد مثلا اسمه نصر مثلا نصر الشاهد مثلا يعني واللي عدى من على السحر ده واحد تاني اسمه محمود عايز حلقتين ثلاثة في الموضوع هل محمود يمكن ان يؤذى بأذى نصر؟ اولا الثاني السحر ده هو الانسان عشان بس نعرف يعني ايه سحر. السحر ده مرض الانسان كله او شربه. طيب واحد يقول لي شيخ طب ما انا ترش مش تاكل وتشرب بالظبط. طيب يبقى هنا لازم نقسم ونفصل تفصيلات السحر نفسها كلها. الاسحار دي يا استاذاني ست انواع سحر لها سابع لها ما لهمش سابع. مشروب ماكول ومشروب ومرشوش ومنفوخ ومعلق ومدفون ست انواع هم ده نوع السحر. لكن الاهداف تختلف والاهداف متفرقه. وخليني اقول لك كمان والاليات ايا كانت الاليه تمام. لكن انا بالنوع نفسه يعني واحد مثلا عنده مثلا واحد عنده مثلا غضروف تمام هو اسمه غضروف غضروف في القضنيه غضروف مش هو غضروف خلاص. فالسحر هو سحر تمام. طيب السحر ده ست انواع ما لهمش سابع. لكن ممكن يكون حد عنده سحر ماكول لعدم الزواج ماكول لعدم الانجاب ماكول عشان خاطر المرض الهدف من السحر الهدف. لكن السحر ماكول فلازم السحر ده نعرف هو ماكول ولا مشروب ولا معلق ولا مدفون ولا 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 ولا. لكن ما يجيش واحد يقول لنا انت عندك سحر بالمرض ما فيش حاجه اسمها سحر بالمرض دي. لكن انت عن سؤال انا هنقول لك اهو ايوه يعني مفيش حد عنده حاجه اسمها سحر بالمرض لكن سحر ماكول هدفه المرض ايوه بالظبط كده. يبقى يعني احنا عايزين نحدد ليه. خلي بالك النقطه دي الثاني مش بسيطه عشان واحد يقول لي طب ايه يعني ما يبقى سحر بالمرض وخلاص. لا ما هو ممكن يكون سحر ماكول لهدفه المرض. لازم نعرف نوع السحر الاول عشان نعرف نفك السحر. الهدف ده بيظهر على جسم الانسان اللي هو تحقق او لا تحقق او لم يتحقق. ايوه يعني مثلا واحد عمل له سحر ماكول تعب معدته عمل له صداع عمل له كذا عمل له كذا عمل له كذا هو ظهر في جسمه. لكن هو عمل النوع نفسه ممكن يكون إيه؟ حاجه ثانيه خالص ممكن يكون حاجه ثانيه. فالنوع نفسه هو اللي بيحكمني بقى ازاي نقدر نطلعه من جسمك. فممكن يكون مدفون بالمرض برضه. هنا بقى السؤال اللي لازم نتوقف عنده حالا. ذكرت حضرتك ست انواع للسحر وقلت لا سابع لهم طيب لكن اهدافهم متفرقه والاهداف متفرقه طبعا والاليات ممكن تكون مختلفه ممكن فلكي ممكن يكون كان. معلق ممكن يكون غير ايا كان. هو ما هو اخطر انواع هذه الاسحار؟ تمام اخطر انواع الاسحار
ان الشيخ مش فاهم. ده سحر سابع. ده نوع السابع هو ده. اخطر نوع في السحر او اخطر مصيبه في السحر ان الشيخ اللي بيعالج مش فاهم. لو فهم خلاص مفيش خطوره، مفيش خطوره في السحر. السحر مرض زي اي مرض، بيتعالج زي اي مرض تاني، ما فيهوش خطوره خالص نهائي، لكن خطورته لو غيب في جسم الانسان وما تعالجش صح. طيب نرجع تاني نقول لك اهمهم ايه، او قوتهم مختلفه ايه، او ضررهم ايهما اقوى مثلا، او ايهما اقوى او ايهم اضر من التاني. يبقى نرجع نقول لك السحر ده فيهم نوعين، نوع ده جوه الجسم بس، طلسمه جوه الجسم بس، ونوع جوه وبره. لا نوضح بقى. ايوه المأكول والمشروب دول نوع جوه الجسم بس، والمنفوخ والمدفون والمعلق والمرشوش اربع انواع همت دول بره الجسم. معلش سؤال جانبي، متحمني للمقاطعات الكتير، بس دي مقاطعات واجبه بس للتبيين المشاهد. لا تحت امر المشاهدين. هو يعني احنا عرفنا مأكول، عرفنا مرشوش، عرفنا معلق، او على الاقل ممكن نعرف دلوقتي معلق. المنفوخ عباره عن ايه؟ انا نقول لحضرتك السحر المنفوخ ده، الساحر ما بيعرفش يقول مثلا واحد رايح يعمل سحر لحد فيقول له انا مش هنعرف نوصله لفلان، انا مش هنعرف نوصله، مش هنعرف نحطه في اكله او شربه. فالساحر ياخد منه فلوس اكتر ويكلف الجن هو اللي يروح ينفخه له في اكله، او ينفخه على نجمه، او ينفخه في شربه، او ينفخه على جسمه وهو بيستحمى. ده اسمه السحر المنفوخ. تمام؟ ليه منفوث او منفوخ، المهم ان الجن بياخده وينفخه او ينفثه على ايه، على جسد المريض او على اكل او على اي شيء، فالمريض بياكله. هنا الجن السحر المنفوخ ده اللي هو اتعمل بالطريقه دي يبقى له طلسمين سحر. يعني منفوخ ماكول، منفوخ مشروب. يبقى المعالج بقى لازم يفهم، يقدر يفرق بقى هل السحر ده منفوخ بس او ماكول بس. لو ماكول يبقى خلاص هو ماكول، هيطلعه من جسم الانسان وخلصنا منه. وليه نرجع بقى للنقطه الاولى الثاني، ايهما اقوى؟ ايهما اقوى واخطر؟ ايهما اقوى واخطر؟ ايهما اقوى بتنقسم لقسمين. اما يكون السحر جوه جسم الانسان نفسه اللي هو الماكول او المشروب، بيكون خطير على جسم الانسان لكن سهل في علاجه. وصلت؟ يعني السحر لما لو كان ماكول او مشروب بيكون داخل الجسم، بيكون واقع، الواقع بتاعه قوي على الجسم لكن خروجه سهل او علاجه سهل، الشيخ بيعالجه بسرعه. اقدر اقول دول اسهلهم؟ دول اسهلهم. تمام. طيب القسم الثاني، المرشوش والمنفوخ والمعلق والمدفون، اربع اصحار هم بيبقوا اصعبهم لكن بيكونوا اسهلهم على الجسم. يعني بيكون اعراضهم مش قويه على الجسم، ما تظهرش بسرعه لكن صعب في علاجه. يبقى منهم قسمين اهوت، واحد منهم قوي على الجسم بس سهل في علاجه، واحد منهم ضعيف على الجسم لكن صعب في علاجه. والتاني القسم الاول سهل ظهور الاعراض، سهل لانه بيظهر بسرعه، لان الانسان شرب السحر خلاص. ودي بتبقى اكترها في سحر المحبه، ان واحده تعمل سحر لجوزها عشان يحبها، فبيبقى على طول بتتاثر جسمه بسرعه، الكلى بتتاثر بسرعه اللي بيشرب السحر، والكلى بتكون هي الخلايا بتاعتها اكتر حاجه بتتاثر بوجود السحر المشهور في جسم الانسان. القسم الثاني بقى اللي هو حضرتك ذكرت فيه السحر المدفون، وشفنا حمله تنظيف المقابر طلعت حاجات كتير مدفونه. هو شرط علاج السحر الاتيان بيه؟ بص يا سهل، هو انا لسه يعني انا كنت الحلقه اللي هي بتاعت بكره ده كنت هتكلم على المساله دي. لان احنا ابتلينا، وده انا بنقولها وبنقول ابتلينا بمجموعه بتقول احنا بننظف المقابر، وانا بننكر الكلام ده قولا، يعني قولا وفعلا. ليه؟ لان السحر ده عشان تلاقيه في المكان المدفون فيه ده من يعني من الصعب او يكاد يكون من المستحيل. يعني السحر دفن سحر في المكان ده يكاد يكون من المستحيل انك تلاقيه مكان، الا ان قدر الله انك واحد مثلا بيفحت في مكان لقاه قدرا. لكن عشان الجن، عشان واحد يدفن السحر وتروح تلاقيه مكانه تاني صعب جدا. ليه؟ لان اللي بيتحكم فيه بعد كده الجن. هو حد بيحط سحر او عمل في مقبره وبيغلق، بيتحكم فيه الجن اللي كلف، بياخده بقى خلاص. يعني انت مثلا هنضرب لك مثال تاني، واحد كال السحر هيلاقيه في معدته؟ لا مش شرط. خلاص انت كلت وشربت وخدت ادويه، اعمل غسيل معده واعمل اللي انت عايزه، فين السحر؟ مش موجود. لكن ده هو طلسم اتاخد او انعمل واندفن، وبعد كده الجن الخارجي هو اللي بيتحكم فيه. نرجع للنقطه الاولانيه عشان دي نعرف نوصل لها. السحر المدفون ده والمرشوش والمعلق والمنفوخ دول اربع انواع سحر، اللي هم الخارجيين دول، دول لهم اصل وصوره. اصل وصوره، اصل وصوره، كلام من النهارده يعني ايه؟ يعني لازم نترجم. لازم نترجم للناس. بيبقى لهم اصل طلسم وصوره طلسم. الاصل بيبقى عند السحر الخارجي، والصوره بتكون في جسم الانسان. لكن السحر المأكول والمشروب الاصل هو موجود جسمك بس، جسم الانسان بس، نسخه واحده، نسخه واحده. فاول ما بتطلعها خلاص وبتكون سريعه في علاجها، عشان كده بقول لك سهل على سهل علاجه.
لكن المأكول المدفون والمشروب والمعلق اللي هو خارج الجسم ده بكله اصل بره وصوره جوه. فالمريض الشيخ عشان نعرف نرجع النقطه الاولانيه نقول لك لازم تفهم الاول هل السحر ده ماكول ولا مشروب ولا معلق ولا مدفون ولا منفوخ ولا مرشوش. لازم تفهم الاول ليه ما تقوليش سحر بالمرض. دي سحر بالمرض دي ما هو ممكن يكون ست انواع سحر بالمرض. وكل الانواع اللي حضرتك ذكرتها تصلح ان يتعمل خلاص بس الهدف يكون مرض. اشمعنى بقى انت ما تقوليش مرض بقى انت هتعالج لي المرض هتعالج لي لا يبقى انت هتعالج العرض بقى. يبقى احنا هنرجع لنقطه الايه الاول تاني يبقى انت بتتعامل مع الجن ما بتعالجش مع السحر. طب في حته بقى الاصل والصوره لما والصورة. حضرتك تبتدي تعالج هتعالج الاصل ولا هتعالج الصوره؟ الاولا الاصل ده انت مش هتلاقيه الا ان كان ربنا زي ما قلت لك قدر لك بقى ان انت يعني يعني بتضرع ودعاء والمريض نفسه بقى مش الشيخ. اي شيخ يقول لك سحرك هو تعرف انه ده معاه جن وهيضيعك. لكن انت تضرعت يا الله ربنا دلك على مكان السحر ربنا اعانك انك تطلعه وتكتب زي ما قلت لك شبه مستحيله خلاص ربنا قدر لك كده وخلاص. او اي حد يفحت في مقابر لا لكن عشان تروح تدور عليه تلاقيه دي صعب. فالاصل ده اللي هو الاصل السحر اللي جوه اللي بره المريض ده هو معاه جن حارس على اسمه حارس وخادم مش تسمع الالفاظ ديت حارس او خادم ايوه لازم نعرف لازم نعرف نفرق مين الحارس ومين الخادم. وكلمة حارس دي بتطلق على حاجات تانية طبعا أيوة ماشي. على كنوز وحاجات زي كده كتير لا بتذكر. والله انا بننكر على الكلام ده شويه موضوع الكنوز والجن والحارس ده ما كانش الدنيا كلها ما كانش حد طلع يعني ما كانش الدولة عارف تطلع اثار لو في جن لو في حارس لو في حارس ده كان كلام ده دي يعني الشيوخ بيضحكوا على نفسهم ينصب عليه فيقول لك ده عليه حارس ولازم نجيب له زي ده خبر جديد برضو خلي بالك جديد ده يوجد ما يسمى بحارس على الكنوز والاثار ده بيبقى بقى اللي بيعمله الشيخ نفسه عشان يخوف الناس عشان يلجأوا له. النهارده هتشغل صحفيين كتير معانا خلي بالك هتاخدوا مننا اخبار كتير ده جديده حاجه بتتكلم فيه ده بس خلينا نحيله لحلقات قادمه. ليه يا استاذ هاني بقى انا عايز الناس ما تقولش على الشيخ نصاب انا عايز اللي بيدرس او بيفهم يعني ايه او يعالج يفهم عشان خاطر ما يضرش الناس ولا يشبه الناس. يبقى عايز نفرق بين المعالج والراقي والمعالج. الراقي ده بيرقي لكن المعالج ده لازم يكون فاهم الصوره كلها عشان ما يضرش الناس. ارجعك لنفس الجزئيه اللي اتكلم فيها العلاج بيبقى للاصل ولا للصوره؟ انا ارجعه لها تاني يبقى الاصل هو بره الاصل خلاص الصوره جوه جسم الانسان. طب انا الاصل مش هنوصل خلاص ده اندفن راح ده طلسم انتهى بالنسبه لي اترش عشان برضو ما يقولكش المدفون بس ما هو في مرشوش صحيح. طب ما في متعلق طب ما في منفوخ ده طلسم برضو لكن انا هنقعد ندور على ده ونسيب لازم ندور على طريقه علاج لازم نخلص الناس منه ليه؟ يبقى اول حاجه في حاجه اسمها عمود ارسال عمود استقبال يعني سحر اصل بيرسل للصوره تمام بيرسل الاشارات للصوره الجن اللي قاعد الحارس ده عنده خادم هو لازم نفهم الايه المعاني ده الثاني واحد حارس واحد خادم الخادم ده اللي هو خادم السحر في جسم الانسان خادم ده اللي بيخدم اللي قال عليه الساحر ده بينفذ تعليمات تنفيذ الساحر طيب الساحر عشان خاطر يخدم شغله كويس ويكفر كويس ويخدم ابليس كويس يعمل ايه يخلي على الخادم ده حارس يراقبه عمل ايه نام امتى كل ايه شايف شغله ولا مش شايف طلق زوجته ولا مطلقهاش ده نايم ده حبها ممكن يكون حبها خايف عليها يعمل تقرير ويبعته لا مش يبعته يبهدله ما هو قبل ما الجن الثاني عشان يعني موضوع له كذا فرع قبل ما الجن الساحر ده يلبس المريض اصلا الساحر ده بيكون عارف هو مديه بعت له مين يعني مش بروح يجيب جن تعالى يا ابني يلا البس فلان اللي عليه الدور يجي لا. عندنا طلع ده بيبقى عارف راضي ده بينام امتى بياكل امتى بيشرب ايه بيحب ايه بيروح فين بيحب القران ما بيحبش القران بيحب النساء ما بيحبش النساء بيحب المال ما بيحبش كل معلومات عنه عشان كده بقول له هات لي حاجه من قطره عشان كده نرجع بقى للكلمه اللي هي بتهز الناس كلها دلوقتي يقول لك اصلا سحر قرينه مين اللي قال القرين بيسحر اصلا ومين اللي قال القرين يقدر يحرك جسم انسان قرين وسوس بس ربنا خلقه الوسوسه مش عشان خاطري لا انت تسحره ولا تقدر عليه اصلا يبقى القرين للوسوسه ربنا خلقه الوسوسه عشان يغوي الناس للمعاصي ويدخلهم النار تمام طيب الا يساعد الجن اللي هو من قبيل يساعده بالفكر بس امتى لما يكون متلبس بيك جن سحر جن سحر خلاص تعالى جن سحر بيلبس بيسال قرينه ده بيعمل ايه بياكل ويشرب امتى وبيعمل ايه ويخلي وبيعرف عنه كل المعلومات بعد كده يبدا يتعامل من خلالها بيفشي كل اسراره خلاص بيديله كل اسراره ويبدا يبقى سهل على جن السحر انه ايه انه يدمر بسرعه او ينفذ اللي جاله عليه السحر بالتفصيل نرجع للموضوع طب انا عالجت الاصل الاصل ده خلاص راح مني فضل الصوره يبقى انا عايز نفصل حاجه من دول اما عمود الارسال اما عمود الاستقبال طيب عمود الارسال ده انا مش هنطوله خلاص يبقى عندي عمود الاستلام اللي هو في جسم الانسان الطلسم اللي جوه الجسم لان زي ما احنا قلنا المدفون او المرشوش او المعلق بيبقى له طلسم بره طلسم جوه انا عايز نفصل واحد من الاثنين عشان الاشارات دي ما تجيش تاني للمريض
يبقى نبدا نتعامل على جسم المريض نفسه وننظف طلاسم السحر ديت من جسم المريض عشان المريض يرجع لوضعه الطبيعي وان شاء الله يعني في اقرب او في اسرع وقت ممكن الانسان يرجع لوضعه الطبيعي تاني. سؤالي بعد رجب من المنيا هو حضرتك ازاي بيتم التفريق بين انواع هذه الاسحار؟ لما حد يجي لك يقول لك انا بعاني من اعراض مثلا معينه تقول له ده انت مرشوش، ده انت ماكول، ده انت مشروب. اخد رجب وارجع لحضرتك الاجابه على هذا السؤال. رجب اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. استاذ محمد معاك رجب من بني سويف. اهلا وسهلا استاذ رجب اتفضل. ده بس النهارده كريم استحالك. يا اهلا بيك. ربنا يكرمك يا رجب. ممكن نتكلم الشيخ لو سمحت؟ مع حضرتك الشيخ راضي اتفضل. ازيك يا مولانا؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رجب الله يخليك. مبروك المركز الجديد يا مولانا. ربنا يحفظك ويبارك فيك، ربنا يكرمك. ربنا يجعل مثلا حسناتك يا رب. يا رب ربنا يحفظك. ربنا يعلي قدرك يا رب. لو سمحت يا مولانا في كام سؤال لحضرتك من المعالجين تمام؟ هو انتقاد لحضرتك يعني من هذه المعالجين يعني. ونحصلهم على خير كامثال حضرتك يعني تمام؟ تمام. فبقولوا لحضرتك معلش يعني حضرتك بتقول دايما تقول السحر 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 ومهمش موضوع الجن. تمام حضرتك؟ حضرتك بقول لحضرتك اللي بيخلي الانسان يحلم بتعابين، اللي بيخلي الانسان يحلم بكوابيس، اللي بيخلي الانسان يحب، اللي بيخلي الانسان يقرا، اللي بيخلي الانسان ما ينامش، اللي بيعمل الانسان صداع، هنا السحر ولا الجن؟ فقط مولانا وجزاك الله عنا. شكرا جزيلا استاذ رجب. هيجاوبك الشيخ حنان. ممكن حضرتك تحب تجاوب السؤال بتاع الاول ولا رجب زي ما تحب؟ طيب زي ما تحب اتفضل. ناخد سؤال رجب عشان اتفضل. اولا احنا بنتكلم على الجن الصهاني عشان الجن ده عرض. واحد عنده مثلا لا قدر الله واحد عنده زايده. انا هنفضل نقول اصله عنده مغص 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 نعديك مسكن وخلاص ولا نعالج ازاي ده؟ انت بتتكلم على العرض والمرض. العرض والمرض. انا عندي عرض وعندي مرض، طب نعالج العرض ونسيب المرض؟ يبقى انا ليه بنضغط على القصه ديت؟ لان كله بيتعامل مع العرض. كله بيتكلم على الجن. الجن عمل الجن عمل الجن سابوا مصيبتين تانيين، القرين والسحر نفسه. صحيح. القرين ده اقوى من الجن السحر، لكن الجن السحر عشان مكلف انت واخد بالك منه بس، وتاثيره برضو قوي طبعا. اقوى قوي وخطير. ده دخل الانسان النار بقى. صحيح. انت عايز ايه اكتر من كده؟ لا وهو قرين الانسان وملازم له وقوي وابن ابليس مباشره. صحيح. القرين ابن ابليس لازم يعني زي ما بيقولوا كده هو ابن ابليس مباشره. الجن ده يعني على يعني ايه مسافه بينه وبين القرين ده مسافات. وهو فعلا في حديث عن النبي قال يعني ما اتولد فيكم من مولود الا وكله بقرين. حتى انت رسول الله قال حتى انا رسول. ولكن اعانني الله علي فاسلم او لا يامرني بسوء. اذا الاصل في القرين ان يامر بسوء. ففعلا واضح ان القرين برضو في خطوره مع الجن. ايوه القرين قاعد يا استاذ هاني ب 24 ساعه بيفكر الانسان للشر. صحيح. طب نرجع لسؤال الاخر. يبقى احنا دلوقتي احنا نتكلموا على العرض ولا المرض؟ الجن اللي بيعمل الصداع بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا والسحر معاه. لكن مين اللي جاب الجن ليا؟ طب لو هو لو مين اللي ارسله ليا؟ مين اللي ارسله ليا؟ مين اللي ماسكه جوايا؟ واللي بيتحكم فيه؟ اللي بيتحكم فيه. دايما بنقولها الثاني طول ما في ماده سحر قويه في سحر في جن قوي. يجيب لك العرض دي كلها. طول ما في ماده سحر تضعف في جسم الانسان الجن بيضعف. يبقى الاساس بقى نضعف الجن ولا نضعف السحر؟ الاصل نضعف الاصل اللي هو السحر الاول عشان الجن يضعف ويمشي. ده انت يا استاذ هاني لو قرا ايه الكرسي بس من غير سحر هيمشي الجن. عشان في واحد يقول لي اصلا معايا جن. طب ممكن يكون معاك جن حسد، ممكن يكون معاك جن مس، ممكن يكون معاك جن طياري، عين الجن ايا كان نوع الجن. الجن ده بيطلع بسرعه ويمشي لانه ملوش تكليف. هنا بقى نرجع لسؤالنا. نرجع لسؤالنا. جالك حد قال لك انا عندي الاعراض الفلانيه، انا بحلم بتعابين، انا بحلم ان انا بقع من حته عاليه. انت عندك سحر، السحر بتاعك ده سحر معلق، انت عندك سحر، السحر ده مأكول، ده مشروب. التفرقه بتكون ازاي؟ بص يعني الاسحار ديت احنا زي ما قلنا ست انواع سحر. الست ده هم كل نوع سحر منهم له حوالي 10 اعراض خاصين بيه هو بتوعه. ما بيشاركش مع التاني في حاجه. يعني لكل واحد لكل نوع سحر له 10 اعراض او 11 علامات. علامات بيعرف اول ما يقول لي انا عندي كذا 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 كذا. ده انا عرفت ان عندك سحر كذا. طيب الست انواع سحر دول لهم اعراض عامه بتجمعهم. يعني ده اب العيله بقى. دي اسمها اعراض عامه. في اعراض خاصه. الاعراض العامه ديت الاول بنسال المريض في الاعراض العامه دي حوالي مثلا 40 عرض. بنعرف انت عندك موجود مشكله ولا مش موجوده. طيب لو موجوده مشكله يبقى نبدا نساله في الاعراض الخاصه. هنا عشان تميز. عشان نميز بقى ده ايه. انا دلوقتي عرفت انت عندك سحر وعندك مشكله وعندك جن. دلوقتي سالتك في الاعراض العامه عرفت ان انت عندك مشكله. طب بعد ما سالتك في الاعراض العامه عرفت عندك مشكله عايز نحدد نوع المشكله. يبقى لازم نرجع بقى ليه لاعراض السحر الخاصه كل نوع سحر الواحد نساله فيها برضو. عشان نعرف انت عندك نوع سحر ايه. طب عندك نوع سحر ايه خلاص انا شخصت انت عندك سحر او ما عندكش.
طيب شخصت عندك سحر نساله في الست انواع سحر عشان نعرف عنده نوع الموضوع ايه بالظبط. طب عرفت ان عنده سحر ماكول مثلا نعرف نوع السحر ده اثر على ايه في جسمه وبقاله قد ايه. السحر كل ما بيقعد في جسم الانسان والثاني بيوصل له درجه معينه بالمرض. يعني واحد معمول له سحر من 20 سنه مش زي من 5 سنين. واحد معمول له سحر من 5 سنين مش زي من سنه. كل ما استمر في الجسم كل ما كان بيزيد في المرض وتاثير والتاثير. طب اكتر واكتر بيزيد امتى؟ لما الانسان يعدي سن 40 سنه. يعدي سن 40 سنه الانسان بيكون وصل للمرحله اللي هو خلاص ما عادش بينمو فيها خلاص. او الجهاز العصبي بيكون بيبدا يضعف. بيبدا الشايب خلاص او بيكبر خلاص. يبدا يضعف جسمانيا يضعف ذهنيا يضعف كل حاجه. السحر معاه بيضغط عليه هو كمان. يبقى ضغط ضغط كبر السن وضغط السحر مع الاثنين مع بعض يجيبوا مرض مش كويس بعد سن ال 40 ويطول معاه ويطول بقى ويجيب له امراض مزمنه. يبدا يجيب له امراض مزمنه ضغط سكر فشل مش عارف ايه كذا 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 كذا. لما يدخله فين؟ يدخله التهاب في المعده مزمن سده في المصران غضروف مش يبدا يدخله في الاعراض اللي هي ايه الامراض العضويه المزمنه. ممكن نسال حضرتك سؤال؟ زي ما في معالج شاطر ومعالج مش شاطر، هو في ساحر شاطر وساحر مش شاطر او خايب؟ في ساحر قوي وساحر ضعيف؟ سؤال جميل جدا صراحه. هو في ساحر كافر اصلي وساحر اقل في الكفر. ازاي بقى؟ او فعل وفعل كفري عشان ما اقولش برضه منكفره حد. تمام تمام. خلينا نكفر الفعل وليس الشخص. كفر الفعل وليس الشخص. تمام. لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من سبع الموبقات او الكفر اللي هو السحر. تمام. من اشدهم عند الله. فالساحر فعله فعل كفري. فبنقيس امتى او السحر بيكون اقوى امتى؟ للسحر ده الثاني زي ما احنا قلنا ثلاث علوم او ثلاث قوة مختلفة. في سحر فردي، سحر مزدوج، سحر مركب. السحر الفردي ده انت بتشوف سحر او ورقة مكتوب فيها حروف بس. ده اسمه سحر فردي. بتبقى بالاحمر كده. بالاحمر او ايا كان بقى نوعه بس هو بيبقى فيه حروف بس. تمام. نعرف ان السحر ده عنده علم واحد من علوم السحر. يعني واحد جاي لي بسحر. او راح يعمل سحر عند حد شافه كتب حروف بس بيبقى السحر ده لسه في سنه اولى. تمام. ما يعني ما وصلش لايه لدرجه لسه في كي جي. طب عمل لي سحر كتب فيه ارقام وحروف سنه تانية اللي هو المركب بقى يبقى فردي وبعدين مركب. طب عمل لي حروف وارقام ورموز اللي هي مخدسات مخمسات مسدسات نجوم كلام ده وصل لدرجه الطلسم. ده خلاص بقى. لا هو كلهم طلسم كلهم طلسم بس ده اعلى انواع الطلسم. لا ده بقى ده حر مع ابليس بقى. ابليس ده مديله بقى الصلاحيات اللي انت اللي تعجبك. ده ابليس قال له تعالى اقعد جنبي. ده حبيبي ده. ليه؟ لان هو وصل لدرجه الكفر. ما مش هيديله العلم الاولاني ده غير لما يشوف خدمه الاول ولا ما خدموش. يعني مش بيديله علم، اداله العلم الاول. هو الاول عشان يتعلم السحر يتقرب الى ابليس باشياء يعني بالكفر طبعا بالكفر. وبعمل كفريه وشركيه. المصحف بقى في الحمام يتوضى باللبن يرمي فرخه مش عارفه ايه يزني في حد من الناس اللي محارمه يعمل يتوضى مثلا او يصلي وهو نجس يخطب الجمعه وهو نجس يعمل اي حاجه من دول اللي هي كفريه ديت عشان يرضي ابليس ويبدا ابليس او يدور على كتب يقراها عشان يعرف الحروف ويعرف العلوم اللي هي بتاعه السحر. بعد كده بيكون له جلسه مع ابليس مباشره في خلوه عشان خاطر يتعلم او يتلقى. عشان كده قلت لك السحر علم تلقي بيتلقى منه العلوم. وبعد كده ابليس بيشوف السحر ده انت كويس ولا مش كويس. طب شافه كويس وعنده صدق في كفره وفي سحره يديله خادم. اللي خادم مين؟ اللي هو المارد بقى. عشان مش اي حد مع مارد. طبعا ده اقوى انواع الجن. اقوى انواع الجن دول ابليس بيلبسهم لمين؟ بيديهم للساحر. في ساحر يقول لك لا انا ما تلبسنيش الجن عشان انا ايه انا عشان شكلي ما يتغيرش او 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 ملامحي ما تتغيرش او ملامحي ما تتغيرش. يبدا يلبسه لحد معاه بنته مثلا، حد ما شغال معاه مش عارف ايه، فيبدا يلبسه له عشان اول ما يبص في عينيه والناس قاعده يعرف هو عايز ايه تمام. فيبدا يديله ده انت بيحصل لك كذا وكذا وكذا عشان الجن مع القاعد معاه. طب واحد يقول له لا يا عم لبسه لي انا ما عليك انت. طب بيبقى شكله طبعا ربنا يعني بيغضب عليه وبيخلي شكله. يبقى السحر اتعلم من ابليس وتلقى منه علوم السحر مباشره اللي هي الثلاثه اللي احنا قلنا عليهم. كل دي الملامح اللي حضرتك بتتكلم بيها دي يعني بعض الاعمال والافلام وضحتها شويه في بعض الانس والجن وما غيرها بيبقى فعلا الشكل مختلف. ايوه وباين ان هو ربنا عليه. مش طبيعي يعني في حاجه مش طبيعيه في هذا الشخص. ربنا غضبان عليه بقى. يعني انت بتعمل عمل كفر كل ثانيه. يعني ممكن الانسان الساحر ده ثاني يعني يقعد شهر مثلا هو بنجاسه يصلي هو نجس يجيب يعني نجاسه من اصعب انواع النجاسه يكفر بالله تبارك وتعالى. ممكن يعني
يضيع الناس اللي حواليه كمان. فلا هو ربنا بيغضب على لازم يغير شكله. اسمح لي بس عشان احنا معانا ضغط اتصالات كتير وبناخد كده يعني قدر المستطاع ويسامحونا مشاهدينا. ناخد محمد. محمد اتفضل. ام محمد عفوا. ايوه مالك. اهلا بيك يا ام محمد اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اهلا بيك يا ام محمد. الشيخ راضي والله عايزك تقول والله. مع حضرتك الشيخ راضي يا فندم اتفضلي. اتفضلي. والله يا شيخ راضي في مشكله حصلت عندي مشكله مع مرات اخويا وتعرفنا مع بعض فعدت عليا ضربتني اكثر من 3-4 مرات. انا ما قدرتش ادافع عن نفسي. انا كل شويه دي عامله لها حساسيه وزعل جامد وانا كل شويه زي الشاش كانت تخليني اخد راسي واروح اعمل مأذي. معلش هو الصوت مش واضح بس يا محمد لو يعني استاذنك تعيد الاتصال تاني بس من مكان واضح شويه في شبكه قويه كده شويه بعد اذنك. بس انا فهمت ان انت عندك مشكله وحصل بينكم خناقه وضربتك يعني. طب يعني ايه علاقته بالموضوع اللي بنتكلم فيه؟ قد يكون عندك جزء تاني احنا مش فاهمينه طبعا. يعني عاودي الاتصال بينا. بشكر حضرتك. طيب نرجع تاني لمرجوعنا بقى. اذا في ساحر ضعيف زي ما حضرتك قلت بيكتب حروف بس وواحد تاني بيكتب ارقام وواحد تاني بقى اللي هو وصل ايه لذروه الموضوع. طيب نرجع بقى على قوه الساحر. قوه السحر مرتبطه بقى. هل الساحر ده فعلا قوي؟ يبقى يعمل سحر قوي ويكون ارضائه لابليس وابليس يسخر له جن قوي جدا عشان خاطر او المارد اللي معاه يسخر له جن قوي جدا عشان يخدمه. فالساحر بيبدا يتعرف على طبعا مع المارد اللي معاه يتعرف على انواع الجن اللي حواليه. ده ينفع مع فلان وده ما ينفعش معاه وده مثقف وده مش مثقف. يعني مش هيروح يجيب مثلا واحد دي بتحصل بعض الاوقات لكن مش قوي. يجيب ساحر مثلا جن مثقف لازم يلبسه لحد مثقف. مش هيجيب واحد جاهل يلبسه لحد كده عشان ما يغيرش او يظهر عليه تغيير سريع. عشان كده بنقول السحر. يعني ايه سحر السهاني؟ يعني شيء خفي. او الجن يعني شيء خفي مش موجود مش حاسه محدش شايفه. فيبدا يدخل جسم الانسان ويعيش معاه طول عمره ويدمر حياته من غير ما يحس. واحد يقول لي يا عم شيخ لا ده انا بنقرا على امراتي وبتصوت وتصرخ يبقى ده مش جن. هنا بقى حضرتك بقى الحته دي منتشره وبنشوفها في فيديوهات كتير داخل مصر وخارج مصر لمراكز بتعالج. يدخل الراجل طبيعي او الست طبيعيه وفجاه نسمع صوات غير عادي ونسمع الفاظ وحاجات. تبقى ست محترمه ومهذبه تقول الفاظ غير عاديه. تبقى ست بسيطه واميه تتكلم فرنساوي كانها مولوده في باريس مثلا. يعني ده بيبقى ايه؟ اولا ثاني هنا لازم نفرق بقى. والمعالج اللي قدامك لازم يقدر يفرق ده جن ولا قرين ولا حاله نفسيه. صحيح. يبقى 99 او مثلا قول 90% بيبقوا حاله نفسيه. بيبقى ضغط نفسي من شيء معين وهي بتتهم الجن والسحر. لكن هنقدر نفرقه ازاي؟ اولا احنا عندنا دين وعندنا شرع وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في آية الكرسي. أنا بيحصل لي كذا كذا. طب قريت آية الكرسي ونمت تحصل لي كوابيس. يبقى مش الجن. يبقى في حاجة اسمها القرين تاني. هو اللي فكر لي. هو اللي عمل لي. هو اللي خطط لي. طيب قريت آية الكرسي وتعبت وصرخت وصوت. ما هو آية الكرسي هتحميني من الجن من الصبح اللي بالليل ومن بالليل للصبح. طيب أنا قريتها وتعبان برضو. بتعب الجن مش السحر بقى. يبقى لازم الشيخ هو اللي يفرق بقى ده تعب جن ولا سحر. تمام؟ طب تعبت وصرخت وصوت وانت قاري آية الكرسي. يبقى شوفي حاجه ثانيه اسمها القرين. القرين هو اللي عليه ده. فيجي الانسان القرين بيعيش طول عمره بين الانسان وحواليه عشان يصطاد له نقطه ضعف عشان يكفره فيها او يضيعه فيها او يضيع حياته فيها يزقه عليها. فيبدا طول عمره مترصد للانسان عشان يوصل للحظه الانسان ضعيف فيها نفسيا. عامله مشكله مع جوزها ما خطبتش ما جوزها مات ابنها تعبان مش عارف اي حاجه من دي. فيبدا يديها ايحاء ان انت ملبوسه. طب ممكن شيخ قاعد مش فاهم يقول لك اصلا ديت عليها جن. طب سمعت ايتين قران يا شيخ قاعد يصوت وصرخ. مين اللي قال يا ابني ان الجن اصلا يتعب من القران؟ يعني حتى يمكن التصريح اللي جاي الثاني هو انا عايز دليل على ان الجن بيتعب من القران. ده تصريح جديد بقى من انا بنقوله اهو. انت كده هتخلي كل الناس اللي بتعالج ممكن تقول ايه اللي بتقوله ده يا شيخ راضي. يعني الجن تعبش من القران؟ لا يتعب من القران طبعا. لا ولا القران بيحرق الجن. ولا له اصلا ولا له تاثير عليه غير تاثير التوبه والنصح. طب انا ممكن اضرب الجن؟ لا مين اللي هيضرب الجن بقى؟ انا بشوف بعض الناس ماسكه عصايه بتضرب. ما هو عشان هو عايز اللي هو اللي عايز ينضرب بقى. تضرب هو بيضرب هو اللي عايز ينضرب ويطلع بره هو اللي بيخنق واللي بيلسع بالكهرباء واللي دي مصايب كبيره شغالين بيها. طيب. والجن هيستناني لما اضربه؟ لا ومين اللي هيحس؟ مين اللي هيحس بالضرب؟ ما هو المريض. المريض اللي انت عينته
وضربته ودمرته دمرت حياته. ده انت اذا انت يعني ايضا تنكر هذه الفعلة. طبعا الضرب ده مصيبة. انت مالكش سلطان تضرب حد اصلا. تضرب مين؟ اصل الجن انت شايفه قدامك. الجن ده حاجة مكلفة بسحر. طلع السحر الاول وبعد كده اتكلم على الجن او اتعامل مع الجن او اقرا على الجن. يبقى الاصل في علاج السحر ايه؟ نظف السحر من جسم الانسان الاول باي بالشيء اللي انت اتعلمته ايا كانت ماده السحر اللي عند المريض. وبعد كده اتعامل مع الجن. الجن اصلا اول ما تنظف السحر من جسمه هسيبه يمشي. ما هو ما عادش مكلف. هو محبوس جواك. ده هو عايز الافراج. هو عايز الافراج. عايز افراج. هتضربه ليه؟ خليك هتضربه وحس. ضربه ليه؟ وحس ازاي؟ وهتشوفه يعني زيادة. لو انت لو فكرك وصلك اني هتضرب الجن يحس. واللي بيحرق الجن جوه جسم الانسان كله كلام فاضي. كله كلام معلوش دليل. كله ده معلش يا ثاني اصل الشيوخ واخدين كلامهم من لسان المريض. هو ما عندوش علوم. فاللي بيجيله صرخ وصوت يبقى عليه الجن. طب يقرا عليه واحد مسحور فعلا يقرا عليه قران ما صوتش وصرخش يقول لك خلاص ده انت مين؟ مفيش حاجه. انت كده خفيت. انت خفيت. اتفضل روح. مفيش حاجه. اسمح لي ناخد سحر. اتفضل. سحر من القاهره اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام يا صاحبي. مساء الخير يا بدرة الشيخ. اتفضلي. اتفضلي شيخ معاك. ممكن اسال بس سؤال؟ انا كان يقولوا لي قرينتك هي اللي بتسقطك. انا بسقط كتير فقالوا لي قرينتك اللي بتسقطك. هو مش قرينتك هو قرينك. هو في النهايه قرين واحد يعني. هو قرين. اتفضلي. السقط بيسقطني يعني بيخليني اجيب البنات وسقط الصبيان. تاني قولي. بيسقطها؟ بيسقط. قرينتي بتخليني اجيب البنات وسقط الصبيان. ده القرين. أيوة. لا يا حاج القرين مسقطش حد يا حاج. ما عارفش ما يقولوا قرينة قرينتي حاجة زي كده. يا حاج القرين بوسوس بس. تمام؟ أو يدخلك في مرض نفسي. أو مرض عضوي عشان خاطر أنت ممكن القرين يضغط عليك نفسيا يخليك ترجعي. يضغط عليك نفسيا يخليك يجيلك حالة نفسية وتقعد في البيت وما تتحركش وما تتكلمش وتضعف وجسمك ويجيلك سخونية ويجيلك من شيء نفسي. تمام؟ لكن يخليك تسقطي لا. مين بقى اللي بيخليك تسقطي بقى؟ ده الجن بقى. لو معاكي جن سحر يخليك تسقطي. شكرا سحر. طيب عايز بقى ابلور كده في الدقائق المتبقيه لينا كده والحلقه يعني ما حسيناش بالوقت اللي دسامت الحلقه. ربنا يكرمك. طيب كنت بعمل برنامج زمان في قناه الناس اسمه بين الوهم والحقيقه. الكلام ده مثلا من اكتر من 10 سنين. تمام. وكنا بنتكلم عن نفس الموضوع ده وكان في شعره فاصله بين الوهم وبين الحقيقه. الوهم هنا اللي هو التوهم زي ما حضرتك اشرت ان في عدد كبير من الحالات بتبقى متوهمه وعندها امراض نفسيه وخالط الامور بين الجن وبين الامور النفسيه وما الى ذلك. بين الوهم والحقيقه شعره فاصله. اي حد يقدر يوصل لشعره الفاصله ولا لابد ان يكون معه ادوات؟ لا الادوات والعلوم العلم بتاعه. انت عندك علم بتعالج بيه يعني انت فاهم ولا مش فاهم؟ هو ده البين وهم الحقيقه. المريض هو ملوش ذنب يعني. اللي جاي مريض بالسحر ده هو ملوش ذنب. هو جاي يعني زي ما بقولك غريب يتعلق في اشياء. هو جاي لك يتعلق فيك. انت لو مش فاهم ضيعته. ما انت غرقته او تشخص له غلط ضيعته. او هتفضل طول عمرك تلف على الشيخ ما انت ضيعته. زي مثلا كان عندي حاله امبارح ثاني جيب لي شورت بتاعه كده وورق وقفل وبتاعه مش عارف ايه. ايه ده يا ابني؟ وورق متشخبط عليه كده بتاع ايه ده يا ابني؟ قال لي دي اسحار. انا لقيتها في المقابر. قال لي قلت له جايبها منين يعني؟ قال لي بتاعتي. مين اللي قال لك عليها؟ قال لي انا كان زوجتي كان متجوز اثنين هو وبينا مشاكل وبتاع مش عارف ايه. وبعدين لقيت تليفون واحد صاحب ضرب على واحد شيخ قال له روح في المقابر في المكان الفلاني عند قبر سيدك هتلاقي السحر مدفون هناك. فقلت له ازاي يعني؟ عرفوا لك عرف ازاي يا ابني ان ده مدفون هنا؟ قال لي ما اعرفش. هو قال لي كده وروح طلعته ده اهو. قلت له ده مش شغل سحر يعني. لان الكلام ده مش اي حاجه مكتوبه ان يبقى سحر. اي شخبطه بقى سحر. اي شخبطه يبقى سحر. لا ده حد حاططه له وهو اللي خلاه عشان يوهمه ان زوجتك الثانيه اللي عامله لك السحر. تخيل شوف التخطيط ازاي. ده اقوى من السحر. ده اقوى من الجن نفسه. الابلسه يعني. ده شغل ابليس يعني. ده عايز يوهمه ان زوجتك دي عامله لك السحر. روح طلع السحر بتاعك مدفون في المكان الفلاني طلعه. وفعلا الاستاذ ده راح طلع السحر. منين؟ طلع السحر من جنب القبر ده وجايبه لي. قلت له ده مش سحر يا ابني اصلا. قال لي لا ده انا رحت وعملت وخليته وزوجتي ومش عارف. حرام عليك. فتنه. شوف تخيل بقى. هي دي الفتنه. فلازم بقى عشان كده بنقول لك حمل تطهير المقابر والكلام ده. انت مش هتروح تلاقي الاسحار بالكيس متعلقه في المرميه في المقابر. انت كده بتضر الناس نفسيا. ده كده الناس كلها هتقول لك انا عندي اسحار في المقابر. ده غير كده كمان ده في ناس بصورها بتطلع. بيطلعوا الكلام ده بصورها بيطلعوا كده بيلموا صور من اي مكان ويعملوا بقى اسحار ويحطوها في المقابر عشان يطلعها عشان يبقى الشيخ فلان طلع من المقابر. انا عرض عليا الكلام ده. تعالى يا شيخ ده احنا عندنا في المقابر. قلت له لا يا حبيبي
انا 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 عندي انا فاهم ان نعمل ايه, مش انا اللي تقول لي الكلام ده. بعض الشيوخ بيبقى عندهم كده حاجه يمشي بيها زي يعملها زي كانها بوصله كده بتقوده, اه السحر هنا ما هو ده, لا مش هنا هو ده, السحر هنا لا مش هنا, هو بياخد ازازه بقى يحطها على ايده آيوه. وتفضل ازازه ماشيه وراه, اول ما يميل آيوه. كده مين اللي بيميلها بقى الازازه آه. عشان هو معاه جن هو معاه جن هو معاه جن او هو هو اصلا لا معاه جن ولا حاجه وبياخدها شغلانه وخلاص, وهو اللي بيميل الازازه عشان خاطر يروح على مكان السحر عشان يوهم الناس ان انا طلعت لك السحر بتاعك والتصوير بقى والشيخ وبتاع عليا. انت مفكر هيروحوا بالشكاير يطلعوا السحر من المقابر؟ بروباجندا بقى, ده الازازه راحت يمين وروحنا وراها. طب خليك انت طلع السحر. خليك انت حطيت الازازه مين اللي حرك الازازه ديت؟ يبقى انت معاك جن, يا اما معاك جن يا انت اللي حاطط الاسحار, يا انت اللي معاك البوصله. بس يا انت اللي معاك البوصله. خالد من هنا اتفضل. خالد الو يا فندم, هنوطي التلفزيون يا خالد ونسمع بعض من التليفون, اتفضل. ماشي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو ايوه احنا كده سامعينك, اتفضل. ماشي, بس كنت عاوز اسال الشيخ بس سؤال. اتفضل اتفضل يا سامع. كيف اعرف ان الحل اللي قدامي دي عليها سحر او ما عليهاش؟ ما احنا قلنا يا عم خالد اهو بقى. انت جيت متاخر يا عم خالد. بقى. ارجع بقى للحلقه تاني, بس برضو يعني احتراما ليك اخلي الشيخ راضي يرد عليك في عجاله. يعني من الاعراض اللي عندها يا خالد, الاعراض اللي عندها بتقول ان السحر ده كذا. انا من الاول مستعرض معاها الاعراض كلها بتاعت السحر العامه والاعراض الخاصه بكل نوع سحر عشان نقدر نحدد نوع السحر, هل هي موجود عندها مشكله فعلا ولا لا, وبعد كده هل هي موجود نوع السحر اللي عندها ايه. طب الاقوى من كده والثاني بقى نوع النجاسه المعمول بها السحر, اللي هي الاداه اللي كتب بيها السحر اللي لا الكتب ديت غيرها, لكن نوع النجاسه نفسها. لا الاداه ديت ممكن يعملها بعبر او زعفران او النجاسه بقى. النجاسه ديت اللي هي بقى الماده السحر نفسها اللي هي الماده نفسها النجاسه بتاعت السحر ديت هي دي المصيبه. ان السحر بياتي بالنجاسات دي منين؟ قسم بالله الثاني كان عندي مركز امبارح قلت للشيخ للاسف يعني انا رحت للشيخ وعمل معايا كذا عشان ياخد النجاسه ويكتب بيها سحر الجوز. يا نهار ابيض, تخيل الفجر وقله الدين وصلت لحد فين. طيب ياخدوا النجاسه ديت يكتبوا بها السحر وبعد كده يعملوها المسحور بعد يعني سنه ولا اتنين, الدنيا بتتدمر معاه مره واحده وحياته بعد ما تكون جميله وكويسه بتروح وتضيع منه, وللاسف يروح للشيوخ كلها. الشيخ اصلا بيتعامل مع الجن مباشره او العرب مباشره ويلف السبع لفات وهو مش لاقي حلو. طيب بعد النجاسه ده اسمه السفلي, ده السفلي. ما هو السحر السفلي ده اللي هو بقى ايه اللي هو بينعم بنجاسه زينة او دم حيض او 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 بولو براس. دول اللي هم الثلاث نجاسات الخاصين بده. بعد كده بتدخل بقى على اي بينكتب بحبر او بينكتب بحاجه اسمه السحر الابيض او السحر العادي, وده بيكون جنه ضعيف وبيكون بسيط يعني اي حد يعالجه وخلاص والقصه بتنتهي. والاسود الاسود اللي هو الاسود ايا كان مسماه, السفلي هو الاسود او الذي لا يعالج او السحر المقا كده الناس بتسميه كذا مسمى. الفلكي نقدر نقول عليه من الاسحار الصعبه. ايه الفلكي اللي هو السحر الفلكي المعلق؟ بص هو مش موضوع فلكي السحر, هو الفلكي ده ديت حاجه اسمها دوره فلكيه للسحر بيتجدد تلقائيا. ايوه لكن هو نفسه السحر بيتجدد؟ لا عشان برضو انا دايما حتى ديت ما فيش حاجه تصريح تاني اهو. ما فيش حاجه اسمها سحر بيتجدد, بس ما فيش سحر بيتجدد, لكن مين اللي بيعمل السحر او يزود الماده بتاعته او يغيرها؟ الجن اللي هو مكلف بالسحر. ممكن السحر يكون عامل السحر عقده جوه الجسم, عقده بره, عقده في السماء. الشيخ عالج اللي جوه يبقى في عقده بره, عالج اللي بره يبقى في عقده في السماء. بيوصل وقت معين او نجمه بتطلع في السماء في وقت معين في الشهر تبدا تبعت طلسم السحر تاني للمريض لانه عنده جن فوق متعلق بين بالسحر ده فيبدا يبعت له. طب واحد يجي يروح كل ما يروح للشيخ هو ما عليكش السحر اصلا, وبعدين يقول له اصلا يا ابني السحر بجد هنعمل لك ايه يعني. واحد تاني يقول له اصل جني طيار يا ابني كل ما يجي عندي يطلع, او ما تروح البيت ترجع لها تاني. يفضل طول عمره رايح يعني جاي عند الشيوخ, راح للشيخ الجن طلع, روح من عند الشيخ الجن رجع. يفضل طول عمره شغال في دهري. اذا المعلق ده من الاسحار الصعبه؟ المعلق طبعا هو مش موضوع صعبه, لكن هو له اعراضه صعبه شويه لانه بيتعلق بالدماغ. اي سحر علوي اللي هو متعلق منفوخ على نجمه ولا حاجه او معلق ده بيكون متعلق بالدماغ او تفكيره او 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 ذهنه. فاضلنا دقائق معدوده كده هتبقى اسئلتنا سريعه. هل يستطيع السحر ان يميت احد؟ هو سحر الموت يعني يميت دي بقدر الله. عشان برضو ما ممكن واحد يعيش بالسحر طول عمره يعني ما يموتش منه ولا حاجه. تمام يقينا وما هم بضارين به الا باذن الله. طيب الله. هو لكن هو يجيب له المرض اللي يموته. تمام يعني في فرق بقى هنا. السحر اللي هيموت
هو أداة لا أو الجن اللي موتك لا ده قدر ربنا لكن السحر بيجيب مرض عضوي يموتك يموت الإنسان. يستطيع السحر أن يوقف إنجاب مثل زي سحر المتحدثة من شوية أو متصلة منذ قليل قالت لك أنا بسقط في الولاد وبجيب البنات برضو بقدر الله لكن السحر لو هو وراثي من الأم نفسها للبنت تبدأ تجيب بنات وتسيب الصبيان ممكن لأن الجن بيبقى له تحكم في دخول الحيوان المنوي للنطفة للرحم بيكون في مسيرة للحيوان المنوي داخل الرحم اللي هي بيغذي السائل المنوي على 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 سحر على أو سائل منوي مسحور الحيوان المنوي وهو داخل رحلة الرحلة للرحم للبويضة البويضة بيغذيه على سائل منوي مسحور لأن هو مش عارف الملايين اللي داخلة ديت مين فيها اللي هيدخل البويضة هيعمل إيه يقول لك خلاص نشربهم كلهم جايين عليا إيه نشربهم كلهم سحر فيدخل الحيوان المنوي يدخل البويضة إما مسحور ضعيف بعد فترة يسقط يا إما ينقي منهم البنت وما رضاش يأثر عليها بعد كده عشان البنت هي اللي إيه اللي تكبر أو تدخل البيضة والولد لا ده منع جزئي بقى مش منع منع جزئي لكن بيتحكم فيه في الرحم يمنع عنه الأكل والشرب اللي هو من حبل السري من الدماء اللي بتاعت أمه اللي هي مسحورة يمنع عنه الأكل والشرب اللي هو الدماء دي أو ضعف الدم جدا للشريان للرحم للجنين فيبدأ الجنين بعد شهر بعد كده يقول لك النبض وقف النبض ضعف المية قلت الرحم غشاء قرم مش عارفة ايه اي سبلة من دول لما المريض الست تسقط وبعد كده لكن الشيخ بيفرق او المعالج بيفرق الجن ده فعلا معمول سحر عدم انجاب ولا لا لكن الاسوأ منه يكون معمول عدم الزواج وبعدين بقى عدم انجاب يعني ينبثق منه ايوه ليه لانه واحد مثلا عامل سحر عشان واحده ما تتجوزش ربنا قدر انها تتجوز غصب عنها اتجوزت خلاص فالجن يقول لها خلاص انت اتجوزتي طب مش هخليك تخلفي طب خلفتي هنجيب لك اولادك كلهم مشوهين او منسقطك او نجيب لك اولادك كلهم فيهم سحر يورثوا السحر منك بعد الولاده يستطيع السحر ان يوقف رزق هو برضه بقدر الله لا يوقف الرزق كل شيء بقدر الله الا لو كان ربنا مقدر ذلك يجيب مسببات لايقاف الرزق يجيب سبب يعني يجيب مثلا واحد ناجح في شغله واحد كذا 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 يعمل له يجيب له مرض هو جاب اللي شغال ده او صاحب الشركه ده مرض تمام فهو بناء عليه شغله وقف طب واحد تاني يعمل له مشكله على طول مثلا في المحل مثلا اللي عنده يسرقوه حريقه في المحل يعمل له مش اي حاجه من دول يبدا مناغصات لما يضيعه وطبعا انا من حالات كتير بتجيلي حد يقول لي يا شيخ طيب انا عندي في المحل مثلا دبان كتير انا عندي الناس تيجي كان اللي بضاع عليه عفره يقول لك انت عندك شغلك وحاجتك عليهم حس ان عليهم تراب عليهم عفره ليه مع ان الشيخ انا بننظف على طول وبنعمل كذا وكذا وكذا الجن اللي ممكن يخلي في عين الناس ان البضاعه ديت او الحاجه دي مش كويسه طيب انا الوقت انتهى ولكن الحديث له بقيه وله شجون طبعا في النهايه انا بشكر حضرتك طبعا فضيله الشيخ راضي الحويتي طبعا على هذا الحضور وعلى هذه الحلقه الرائعه ربنا يكرمك ويبقى للحديث بقيه ان شاء الله ونكمل في بزينا. حلقات قادمه ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك والقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى هذا هو اسم البرنامج لا يفلح الساحر انبثق من هذه الايه الكريمه ولا يفلح الساحر حيث أتى أيضا يمتد الشكر لكم مشاهدين على حسن المتابعة يتجدد بكم لقاء في حلقة قادمة إلى مثل هذا الموعد تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل هذا هاني الدبان يحييكم إلى اللقاء